بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. النهاردة بنتكلم في فيديو جديد قصير وإن شاء الله أتمنى يكون مفيد، عن كيفية عمل مسح أو سكان سواء لصور أو مستندات مباشرة للباوربوينت. يعني بدل ما نستخدم السكان وبعدين نحوله بي دي اف وبعدين نروح نحطه في باوربوينت، لا ده مباشره باستخدام برنامج وتطبيق جميل جدا وسهل وبسيط ومجاني اللي هو سكان اند بيست. عشان نستخدم ونعمل اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ده، يبقى لازم بننزل البرنامج ده جوه الباوربوينت. هو عباره عن اضافه مش برنامج مستقل، عباره عن اب تطبيق، ونفس الشيء بالنسبه للجوال. الجوال او الموبايل بتاعنا التطبيق موجود على سواء جوجل بلاي او اذا كان موجود على اللي هو البلاي ستور او الاب ستور، سكان اند بيست. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي هننزله خطوه خطوه. لو شفنا مع بعض هنا، لو رحنا للبلاي ستور وكتبنا سكان اند بيست اللي هو ده شكل التطبيق بالمنظر ده كده، طبعا هنا مكتوب انستول لان هو تم تحميله، انا محمله يعني. الخطوه الثانيه اللي بعد كده بنبتدي نفتح الموبايل وندور على المكان اللي نزل فيه او احنا حطيناه فين، اللي هو البرنامج او التطبيق، ونبتدي ده الرمز بتاعه بالشكل ده عشان نشغله او نفعله. طب احنا لغايه كده، لغايه الخطوه دي كده، احنا نزلنا التطبيق على الجوال لكن لسه ما شغلناهوش. طب نروح ننزل التطبيق على نحط الاضافه في الباوربوينت. طبعا انا يمكن نسيت اقول ان الاوفيس او او الجزء ده هيكون خاص للاوفيس او الباوربوينت اللي هو تبع الحزمه اللي هو السبسكريبشن او الاشتراك في الاوفيس 365 اللي هو 365. ده بنروح هنا في المفتاح الباوربوينت وبنضغط انسيرت او ادخال، وبعدين نروح اد ان اللي هي الاضافات اللي ممكن تضاف، وبنختار اول اختيار اللي هو جيت اد انز. طيب بعد كده بيتفتح لي الاوفيس اد انز او التطبيقات المجانيه وفي بعضها مدفوع، بنكتب سكان اند بيست فبيكون اول اختيار تقريبا هو بيطلع لي اللي هو سكان اند بيست فور اوفيس 365. بنعمل اد او اضافه، بيديني هذه الرساله للتاكيد، بضغط كونتينيو او استمرار، بلاقيه اتحمل في القائمه على اليمين خالص في اقصى الشريط فوق خالص سكان اند بيست اللي هو بيبقى ده رمز بتاعه. بعد كده بنعمل ايه؟ هنشوف بقى ازاي الكلام ده بقى بنشتغل بيه تطبيق فعلي، هنطبق دلوقتي مع بعض في الباوربوينت. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي انا فاتح ده انا طبعا انا رابط هنا، ودي قصه ثانيه في فيديو اخر، رابط دي شاشه الجوال بتاعي، يعني دي شاشه الجوال اهو انا اقدر اتحكم فيه، ده شاشه الجوال او الموبايل بالمنظر ده كده، انا رابطه بالكمبيوتر عندي اهو، وبحدد المكان. انا بشتغل بالماوس دلوقتي كده، ممكن اشتغل من الموبايل على طول، وده البرنامج لما بفتحه بيكون بالشكل ده. طيب وفي نفس الوقت اروح افتح البرنامج هنا عندي في بضغط لازم على اضافه انسرت او ادخال من اقصى اليسار عشان تظهر لي الايكون الخاصه بالبرنامج او الاضافه. هروح ارجع اظهر الشاشه بتاعتي مره ثانيه بتاعت الجوال بالمنظر ده كده. اعمل ايه؟ بنضغط على الشاشه دي، انا هنا اهو لو انا ضغطت هنا عندي بيبتدي يفتحها بالمنظر ده كده وبيديني الحاجه اللي موجوده. انا هفترض ان لسه ما فتحتهاش دلوقتي، نعمل الخطوه الاولانيه، انا هعمل سكان لاي شيء موجود عندي. هحط كتاب قدامي فهتكون شكله ازاي اهو بالمنظر ده كده. هعمل ايه؟ طبعا ممكن اختار هنا دوكيومنتس كان بي دي اف او ورق، او انا عايز اعمل سكان للورق، انا هختار صوره للتسهيل مش اكتر من كده. طبعا هنا في اوديو فيديو، دي لهم فيديو اخر، لكن اللي يهمنا هنا للتبسيط بنشوف بس بالمنظر ده كده، وباخد اللقطه بتاعتي او الصوره اهو، انا خدت اللقطه او الصوره، واروح اضغط على الزر اللي على اليمين ده ارسال بالشكل ده جاي. بيديني اختيارات انا عايزها انهي حجم عشان الجوده بتاعتها، انا هختار للتسهيل الجوده البسيطه عشان بس ايه للتوضيح مش اكتر. هنا خلاص بيقول لي ان اتبعتت، فبقول له خلاص بالشكل ده كده. طيب بعد كده بقى يبقى الجزء بتاع الجوال خلاص، انا خدت دلوقتي الصوره بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها سكان. طب اعمل ايه بعد كده؟ بضغط على التطبيق بقى اللي جوه الباوربوينت بالشكل ده كده. طب فلنفرض هو ما فتحش على طول كده، احيانا لو انا مش متسجل او كده بيعمل ايه؟ اهو انا هجرب معاكم الاول، اهو انا هقول له انساني خالص، فبقول له ريتراي ريتراي، هو بيفتح من الاول دلوقتي، ده اول استخدام ليك هيكون بالشكل ده. طيب بيعمل بنعمل بقى ايه في الجوال او هنا بيعمل ايه؟ في عندي هنا اللي هو البير، بعمل بير او مزاوجه مع الجهاز بتاعي هنا، فبضغط على الزرار ده عشان يشغل الكاميرا واقدر اخد الايه الكود،
اول ما بياخد الكود بالشكل زي ما احنا حضراتكم شايفين كده خلاص، يبقى انا دي الدوكيومنتس اللي انا خدتها، دي كانت اخر صوره انا حطيتها، مجرد دبل كليك عليها بالمنظر ده كده، اذا كنت انا لقطتها مره او حاجه، وادي الصوره بالشكل ده كده. يبقى انا قدرت اعمل سكان، يعني كاني استخدمت الكاميرا بتاعه الجوال او الموبايل كانها سكانر، اقدر اخد بيه اي شيء انا عايز احطه في الباوربوينت مباشره، بدل ما احطه بقى بالايميل وابعته لنفسي او بالواتس وبعدين اروح احطه، لا ده هنا مباشره على طول. يبقى نفس التطبيق بحمله من داخل الباوربوينت، وفي نفس الوقت بقوم جاي رايح محمله على الجوال او الموبايل بتاعي عشان اقدر استخدم الكاميرا بتاعته كانها سكانر. وبكده بنكون قدرنا نعمل مسحه او سكان، سواء لصفحه واحده كصوره او اذا كان مستند، وكله هيبتدي يتم ادراجه داخل الباوربوينت. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب، ولا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعه، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.